هذا ويحرص برنامج الضمان الصحي الى تطوير الخدمات الصحيه وتوفير افضلها لجميع فئات المجتمع في مملكه البحرين، فضلا عن تحقيق التغطيه الصحيه الشامله والمتكامله ذات الجوده العاليه. وسيكون للبرنامج الذي يشرف عليه المجلس الاعلى للصحه الدور البارز في رقي وتطوير جوده الخدمات في القطاع الصحي. لتوفير منظومه صحيه متكامله ذات جوده عاليه تتسم بالمرونه جاء برنامج الضمان الصحي نتاج جهد حكومي الذي حرص على تحقيق صور شامله ومتكامله من التغطيه الصحيه التي تستهدف جميع فئات المجتمع في مملكه البحرين حيث سيوفر منظومه صحيه تتسم بالعداله والتنافسيه والاستدامه وقد جاء برنامج الضمان الصحي عبر نافذة نص تشريعي كمشروع قانون كان قد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مرفقا بالمرسوم الملكي رقم 87 لعام 2016 وعرضت بنوده المقدمة من قبل الحكومة على السلطة التشريعية ومن ثم أجريت التعديلات اللازمة ليكون قانونا عصري يهدف لتطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، ويركز برنامج الضمان الصحي الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للصحة على تعزيز جودة العلاج الصحي الذي يتلقاه المواطن والمقيم في مملكة البحرين، وتشمل تلك النتائج حرية الاختيار والاستدامة المالية والجودة العالية، ويسعى هذا البرنامج إلى حسن استخدام الموارد للحصول على أفضل النتائج وكفالة حقوق المريض وأهمها حقه في اختيار مقدم الخدمة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية كمنافس للقطاع العام، فضلاً عن تطوير نظام الحوكمة والترخيص لضمان المستويات المقبولة لتقديم الخدمة، ويندرج برنامج الضمان الصحي ضمن مشاريع التطوير الشامل للقطاع الرعاية الصحية التي تأتي في مقدمتها الخطط الوطنية للصحة 2016-2025 ومن المزمع البدء في تطبيق الضمان الصحي على الأجانب في الربع الثاني من العام الجاري بينما سيتم تطبيق النظام على البحرينيين بداية العام المقبل